دابا غنحضروا معكم سلطه، سلطه صيفيه المكونات ديالها خضراء، كلشي خضر ما حتى حاجه ما مسلوقه. عندنا الجزر وخيزو زعما، وعندنا اليشو ومكور، كل واحد كيقول ليه. عندنا الباربه خضراء، كلشي شي خضر. هذا كلشي شي غنحكو هاد الحكاكه وغي كيجي رائع هاد السلطه. نتمنىكم تجربوها انتم معنا. غنحكو هاد الخضره دابا في هاد الحكاكه، وغنديروا لها واحد التوابل ديالها باش تجي زوينه. ودابا الصيف دخل، دابا كنبات تبانينا غير السلطات البارده وهذا المنعشه وداكشي، صافي مشى داكشي الثقيل. حنا دابا غنحكو هاد الخضره وغنتم معنا باش نديروا فيها التوابل ديالها. كتقعي لي الشو وخيزو والباربه. المهم البنات حكيناهم في الحكاكه الرقيقه. انا نقول لكم هاد الجهه هادي حكينا الباربه وحكينا خيزو، وهاد لي الشو حكينا بهاد الغليظه كتبان لكم هاي. المهم ملي كتحكوهم كتعصروهم من داك الماء اللي زايد عليهم. حدا بها هي الباربه هي فيها هذه الماء، نعصروها مزيان. وخيزو راه عصرناه ديجا، هانتوما هاك هاد ما خصو يتحيد، يخصل لكم المنظر. عصروا اي حاجه حكيتوها عصروها، صافي ملي تعصروها حنا غنديروا لها التوابل. خيزو ديجا عصرناه هانتوما، مابقاش فيه الماء. لي الشو اصلا ما فيه لا ما لا والو، هو اللي غيتحك في الحكاكه الغليظه، والشي الاخر كله الحكاكه الرقيقه. هاد السمك هذا الا لي الشو اللي حكينا في الغليظه، حيت اصلا هو قاصح شويه. صافي شحال الماء خرجت لبرا، صافي غنعصروها وحنا غنديروا لها التوابل وغنحطوها. تيقولي البنات كتجي اكثر من رائعه هاد السلطه. صافي المهم البنات ملي حكينا الخضره صفيناها من الماء ديالها، غير الباربه الخيزو ها لي شو ومكور. واحد كيقول ليه لاصوص اللي غترافقه هي عندنا المعدنوس قطعنا رقيق، عندنا الثومه حكيناها، عندنا انصوص هذه فيها الزيت وفيها البزار وفيها الملح وفيها الخل. هاد لاصوص كلشي كيديرها معتمد على الكل. المهم نذكركم، غنذكركم تقريبا كاع السلطات كيكون فيهم هاد لاصوص، عباره عن الزيت والملح والخل وشويه البزار. صافي هادشي كلشي اللي عطا الله. دابا شنو بقى لينا؟ هاد لاصوص نخلطوا الثومه مع المعدنوس مع هاد لاصوص، ونشرملو معاهم، نشرملو هاد الخضره اللي ديجا حكيناها وصفيناها، ونطيبوها في واحد البلا وهانتوما معانا. دابا نخلطوا لاصوص ديالنا باش ترافق لينا السلطه. درنا داك اللي قلت لك الزليفه اللي فيها الزيت وفيها الخل وفيها شويه البزر والملح، زدنا عليها الثومه ونخلطها مزيان حتى تندمج الثومه مع لاصوص اخرى، مع الزيت ومع الخل ومع البزار ومع الملحه. وعاد غنزيدو عليهم، نديروهم فوق خيزو جزر، يعني جزر ندير شويه في الباربه وندير شويه في الشو. هانتوما هاد الطريقه. عاد نخلطو الكل. المهم حنا باقي مستمرين، ندي المعدنوس هانتوما، ولي تذكير اللي بغى يدير المايونيز وعزيز عليه يديرها. حنا ما كنفضلوش المايونيز، ولكن اللي بغى يديرها يديرها. انا المايونيز ما كتعجبنيش، ملي كديرها كطغى اللون، ما تسخليش اللون ديال دابا الجزر يبقى هكا هذا اللون ديالو، والباربه تبقى ديالو كتغير ليهم سبحان الله. اللي بغى يحطها على الفوق، ممكن تخلطي كل العناصر، هادشي اللي درتي هاد لاصوص اللي درنا معدنوس والثومه وهادشي اللي درنا دابا، تخلطيهم هكا ديرهم في واحد البلا. كما خلطنا دابا الجزر غنخلطو الباربه وغنخلطو لي الشو، ورافقناهم بواحد لاصالاد. هانتوما كتشوفو الخضره مشكله. دابا صافي الشا، دابا الصيف جا ما بقاش الماكله الثقيله، راه هادشي الخاص ومطيشه وخيار ومخلطو بالصلاه وداكشي. باقي ما درناش ليهم التوابل، هادشي باقي ما درناش ليها التوابل. المهم حنا كنوريكم هاد لاصالاد اللي وريناكم هي اللي غنعتمدو دابا. كنبقى مخلطة هاد كلشي، عاد غنصفها واحد الحلة.
درت الجزر غندير الباربا وغندير لي شو صافي نحطهم في واحد البلا. وهالسلطه ديالنا وجدات، نتمنىكم تجربوها، فكره الحال بي سخن. ايوا غنعاود لكم شي المذاق ديالها تجربوها وردوا عليا الخبر. حنا زينا في الطبق وانتم لكم واحد يزين زعما على طريقته، حيت عليكم على الفكره وانتم يا احرار زعما ديروا اللي عجبكم. ونتمنىكم دعموني بالاشتراك باللايك وبمشاهده كامله، والى فيديو قادم باذن الله. انا نوريكم الاطباق كلها باذن الله وانتم غتحكموا على الغداء ديالنا المتواضع. شاركتوا معكم، الى اللقاء. ايوا الغداء ديال نهار العيد ما درناش الكسكسو، غنديرو غير هذاك بغا غير الدجاج معمر بالفيرميسال، وراه الكوزينه مشقلبه كلشي مرون. المهم انا غنعمر، انا غسل الدجاج مزيان 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 وغنفرش ليه البصله، هالمول فرش درت زيت العود. ايوا غنفرشو البصله، بعد غنعمر الدجاجه والفيرميسال راه ديجا دايره معاكم في واحد لا غوسيت. درت فيها القزبر والمعدنوس والثومه والهريسه وشويه البزار شويه السكينجبير وشويه الخرقوم. دابا غنعمرها الدجاجه وغنفرش لها البصله، وهانتوما معانا دوزو نهايرنا ثاني عيد، راه في رمضان ثاني العيد ديال رمضان ان شاء الله. ايوا دامت لكم الافراح والمسرات. نعمرت الدجاجه ديالي بالفرميسال وشرملتها مزيان بالهريسه والعطريه والمول اللي غيدخل الفران. درت ليه زيت العود، فرش فيه البصله والجبينه كتجي معلكه مع الطياب، وهذا الشيء اللي عطى الله. وانتم معنا باش ندوزوا نهارنا. شاركنا معكم غدانا المتواضع، خفيف ظريف صيفي، فيه خضار فيه بروتينات فيه جميع الفيتامين. دابا داكشي الثقيل مشى بحال هكا. ايوا طافقناه بسلطه، هذا زعلوك وهذه بطاطا مشرمله، هانتوما كتشوفوا لي بلا. وهذه اللي درت معكم دابا، نتمنى هادشي يعجبكم تاخذوا فكره. قالك العين كتاكل قبل الكرش، صافي المنظر كيوكلك يستوحي لك بانك تاكلي. سبحان الله العظيم. وبالصحة والراحة، وشكرا من الدعم ومن المشاهدة ومن كل شيء لجميع إخواننا. وعيدكم مبارك سعيد، ثاني مرة ثاني يوم العيد.